في رحلته للبحث عن ابنائه في روضة غارتن أوف بانبان، يضيع الأب في متاهة كبيرة ومعقدة جدا بين وحوش مرعبة وتجارب ضخمة تحاول الحصول على رأس الملكة للسيطرة على كل شيء. في نهاية الجزء السادس تمكننا من الهرب من جيش المشاغبين بفضل بانبان الذي تصدى لهم ومنحنا بعضا من الوقت لكي ننجو منهم. أما في الجزء السابع مهمتنا مختلفة تماما، حيث يجب علينا أن نبحث عن الجراح لكي نقوم بإكمال عصا الملكة والقضاء على جيش المشاغبين، والنهاية ستصدمك كثيرا. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى زر اللايك الآن حتى تساعدني في الوصول إلى 10,000 لايك، وبدون أن نطيل عليكم اربطوا الحزمة وهيا نبدأ. تبدأ اللعبة في منطقة جديدة في مختبر غارتن أوف بانبان، تحديدا بالقرب من مدينة سيرنجيون المرعبة، أو دعني أقول مدينة الجراح. وعلى الجدار هناك شاشة تحذيرية من عنكبوت يتجول في المكان ويقوم بالقضاء على كل من يراه، لكنه بشكل مفاجئ تظهر تلك السلحفاة المخيفة مرة ثانية بعد أن سقطت من الطابق الذي كنا فيه، وهناك احتمال كبير أنها كانت تواجه جيش المشاغبين الذي تمكن من القضاء عليها. على أي حال ندرك بعد ذلك أن الشاشة التحذيرية لم تكن تتكلم عن نابنا، بل عن نظيرته الأنثى نابن لينا التي تكون متعلقة في السقف بعد أن سيطر عليها قائد المشاغبين وأمرها أن تهاجمك وتمنعك من الوصول إلى القطعة الأخيرة من عصا الملكة. لكن لحسن الحظ نتمكن من التخلص منها من خلال إشعال مادة الجيفانيوم التي تنفجر في وجهها. بعد ذلك نصل إلى مكان مظلم مليء بجثث التجارب الفاشلة التي قام بها الجراح، مما يدل على أنه ليس طيبا أبدا ويجب أن نحذر منه. وبالفعل يظهر سيرنجيون بشكل مفاجئ ويقوم بإفقادك الوعي وأخذك إلى المختبر لتحويلك إلى واحد من هؤلاء الكائنات الفضائية. في تلك اللحظة يقول لك أنه يكره البشر ويظن أنها مخلوقات بسيطة ولا تستحق أن تعيش أبدا، قبل أن يقوم بالقضاء على أحد مساعديه لأنه أخطأ في إعطائه المقص، مما يدل مرة أخرى على كمية الشر في هذا الوحش المريب. عندها يغادر الجراح لكي يحضر بعض الأدوات لإكمال التجارب عليك، ونقوم باستغلال الفرصة ونهرب من المكان بأسرع وقت ممكن. لكن في نفس المنطقة تجد رسالة كتبها الجراح، نعرف من خلالها أنه يخطط لشيء كبير لا نعرف ما هو بالتحديد، لكنه سيغير المكان بأكمله ويسيطر على كل شيء. وخلال تجولك في المكان تلاحظ أن هناك الكثير من أعضاء جيش المشاغبين تمكن الجراح من حبسهم لإجراء التجارب عليهم، ومن هنا تأتي الخطة للهرب من الجراح، حيث تقوم بعمل فخ له من خلال إطلاق سراح أحد المشاغبين الذي يقوم بالهجوم على سيرنجيون. عندها يطلب منك المساعدة ويعدك أن لا يقوم بمهاجمتك وأن يطلق سراحك من سجنه، وبالفعل تقوم بمساعدته ويقوم هو الآخر بتنفيذ وعده. عندها نذهب إلى المكتب الخاص به ونعرف أنه يخطط للقضاء على قائد المشاغبين من خلال السيطرة على جامبو جوش الذي يملك قوة هائلة تفوق قوة المشاغبين. لكن هناك مشكلة بسيطة، وهي أن جامبو جوش اختفى بشكل مفاجئ ولا يوجد أي أثر له في المكان، ويجب علينا إيجاده لإكمال الخطة. واحدة من الأسرار التي لم يلاحظها الكثيرون وسأتكلم عنها في فيديو خاص عن أسرار اللعبة، هو أنك في الحقيقة تستطيع إيجاد القطعة الأخيرة لعصا الملكة في هذا المكان، حيث أن الملكة قامت بإعطائها للجراح وقالت له أنها أمانة بين يديه ويجب عليه المحافظة عليها. بعد ذلك تبدأ مهمتنا الجديدة في البحث عن جامبو جوش والتحقيق مع الكائنات في مدينة سيرنجيون لإيجاد أي دليل يقودنا إلى الوحش الأخضر. لكن قبل أن نذهب نجد تقريرا من أحد العلماء عن الجراح، ونعرف أنه التجربة رقم 4 وتم تصميمه لمساعدة العلماء في إجراء التجارب والعمليات وتصليح الآلات والمعدات، بالإضافة إلى برمجة النظام في المكان، لكن لسبب مجهول تم إلغاء التجربة والتخلص منها لوقت آخر. نصل أخيرا إلى مدينة سيرنجيون الكبيرة، وقبل أن ندخل إليها هناك مجموعة من القوانين يجب عليك أن تعرفها. واحد من هذه القوانين يجبرك على أن تنحني لأي تمثال تراه للجراح، وإلا ستتعرض إلى الحبس وربما عقوبة أسوأ من ذلك، وهو في الواقع نفس القانون في كوريا الشمالية. وبالقرب من التمثال الخاص به نجد تقريرا آخر من العلماء يقول أن الجراح بدأ يقوم بتجربه الخاصة بعيدا عن الآخرين وكأنه يخطط لشيء ما، لكنه بشكل غريب تجاهل العلماء ذلك وقالوا أنه يتدرب لتحسين مهاراته لا أكثر. عندها نبدأ سلسلة من التحقيق مع سكان المدينة تقودنا إلى شخصية ساعدتنا في السابق، ألا وهو الشرطي توتسر الذي يكون في حالة سيئة وهو حزين وغاضب جدا من نهايته الغير مستحقة، ويقول أيضا أنه فشل في إنقاذ المعلمة ميسن، أو دعني أقول بانبولينا. المثير للاهتمام هنا هو أن الجراح أمر شرطي توتسر بنفس المهمة التي أخبرنا بها، وهي البحث عن جامبو جوش والسيطرة عليه للقضاء على جيش المشاغبين. ومنذ تلك اللحظة يعود توتسر إلى دوره القديم في مساعدتك للبحث عن الوحش الأخضر وجمع الأدلة في كل مكان. وعند وصولك إلى أحد البيوت في المدينة تسمع صراخا عاليا لأحد المواطنين وهو خائف جدا، وإذا دخلت إلى المكان للتحقق
الحقيقة في الأمر تحدث الكارثة، ونعرف أنه تجسر مرة أخرى لكنه أكثر رعبا من السابق بعد أن وقع تحت سيطرة قائد المشاغبين وتعرض إلى مادة جيفانيوم، حيث أنه يبدأ بملاحقتك للقضاء عليك لكن نتمكن من الهرب منه في آخر لحظة. قد تظن أن هذا كل شيء، لكن الجسر لا يستسلم بسهولة ويقوم باقتحام المكان الذي تختبئ فيه ويهاجم الشرطي توتسر. عندها يقوم الشرطي بضربه بشدة مما يؤدي إلى عودته لطبيعته السابقة ويلفظ أنفاسه الأخيرة. توتسر كان يعد الجسر صديقا مقربا بالنسبة له، وإذا شاهدت فيديوهات السابقة فأنت بالتأكيد تعلم أنهم كانوا يعملون معا في مملكة باونسيليا. هذا يجعل موت الجسر حزينا جدا بالنسبة للشرطي الذي كان يعاني من الكثير من المشاكل قبل موت صديقه المقرب، لدرجة أنه يطلب منا مغادرة المكان. وخلال تقدمك في اللعبة نجد ستينغرفلين الذي يقوم كالعادة بأخذنا على حلم غريب ليس له أي معنى أبدا، حيث نكون في حافلة صغيرة مع العصابة بأكملها قبل أن نقفز منها، وكأنه مرجع إلى لعبة فورتنايت. على أي حال تظهر بامبلينا بشكل مفاجئ وتكون تحت سيطرة قائد المشاغبين كما رأينا في نهاية الجزء السادس، وعليك أن تحل اللغز الخاصة بها وتنجح في الامتحان حتى تتمكن من النجاة منها. في هذه اللحظة نقترب كثيرا من الوصول إلى الهدف المنشود في بداية اللعبة، ألا وهو إيجاد جامبو جوش لمساعدتنا في مواجهة قائد المشاغبين، حيث نجد عينة من الجيفانيوم يقول الجراح أنها ستساعدنا في استدراج جامبو جوش إلى المكان الذي نريده. لكن قبل أن نفعل ذلك هناك غرفة سرية فيها الكثير من الأسرار. فعلى سبيل المثال نجد شخصية جديدة تدعى بروشيستا وهو يشبه أكل النمل، وعلى الجدار نجد خطة الجراح في السيطرة على الوحوش الأخرى من خلال عصا الملكة، وأخيرا هناك تقرير مهم من أحد العلماء عن خلل في التجارب أدى إلى ألم شديد جعلها تخرج عن السيطرة. بعد ذلك تبدأ الخطة النهائية في الإمساك بجامبو جوش أو استدراجه، ويقوم الجراح بخلط مادة الجيفانيوم مع عصا الملكة السحرية، الشيء الذي يصدر رائحة قوية. عندها ينادي الجراح على قائد المشاغبين ويقول أنه يستسلم ويريد تسليم القطعة الأخيرة من عصا الملكة لكي ينجح في السيطرة على المكان بأكمله. في البداية تنجح خطة الجراح ويأتي قائد المشاغبين للمكان بسرعة، ونعرف أنه كان صديقا مقربا للجراح، لكن سرنجيون قام بخيانته والتعاون مع العلماء لحبسه في السجن. وعندما يقوم القائد بتركيب القطعة المزيفة مع عصا الملكة يقوم الجراح بتفعيل الفخ، الشيء الذي يؤدي إلى حبسه في الأعلام. يغضب قائد المشاغبين كثيرا ويأمر جيشه بالهجوم علينا لإنقاذه، لكن ولحسن الحظ تنجح خطة الجراح في استدراج جامبو جوش الذي يأتي بسرعة كبيرة، وتحصل معركة بينه وبين جنود المشاغبين يتمكن فيها الوحش الأخضر من القضاء على الجميع واحدا تلو الآخر. لكن في النهاية يحصل شيء غير متوقع بعدما قام جامبو جوش بأكل عصا الملكة مما أدى إلى انفجار كبير. وبعد مدة قصيرة نستيقظ في مختبر الجراح برفقة ستينغرفلين، ويقول لنا أن الخطة نجحت بشكل رائع وتم التخلص من جيش المشاغبين إلى الأبد، وكل الوحوش الذين كانوا تحت سيطرته عادوا إلى طبيعته. في هذه اللحظة يلاحظ القنديل أن هناك شخصية أصلية خلف رسمة بانبان، ويقوم الجراح بتحذيرك من إزالتها، وإذا قمت بفعل ذلك تظهر شخصية جديدة من بانبان زرقاء اللون. يقال أنه الشخصية الأصلية وأن بانبان كان مجرد خدعة كبيرة وعميل لدى الجراح منذ بداية اللعبة. هذا يجبر سيرنجيون على التدخل بسرعة وضربك بشدة مما يؤدي إلى فقدانك الوعي في نهاية غامضة ومليئة بالأسرار والنظريات حول حقيقة ما يحصل في المكان وأحداث الشابتر الثامن. ما هو رأيك في هذه القصة؟ وهل هناك نظريات لم أذكرها في الفيديو؟ شاركنا في التعليقات الآن لأنني أقوم بقراءة جميع تعليقاتكم ونظرياتكم. شكرا لكم وأراكم قريباً.